ثاني نذهب مباشرة مشاهدينا إلى الشروق نت وأبرز الأخبار. نرحب بضيفنا أستاذ بليغ الذي ينضم إلينا كل اثنين للتحليل. أهلا بك. أهلا بكم، بارك الله. أهلا وسهلا. المالية ترتيبات لرفع الدعم عن السلع. أعلن وكيل وزارة المالية مكي مرغني عن ترتيبات للدولة لرفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلة الدعم، واصفا الدعم الحالي بأنه مشوه ولا يحقق العدالة، حيث يذهب المستحق وغير المستحق. لافتا إلى تحول الدعم إلى مالية يستهدف المستحقين، ويتم تقديمه من خلال بطاقة بيولوجية خاصة بالمستحقين، وفي المستقبل سيتحول الدعم إلى دعم مالي مباشر، إلا أنه أشار إلى استمرار الدعم الحالي لحين إيجاد البديل. ما تعليقك على هذا الخبر؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، أولا يعني ما زالت رفع الدعم أنه وزارة المالية بالتحديد يعني ما عندها حل غير أنه الدعم يستمر حتى يتم معالجة كثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد بالتحديد في البلاد، وهذه يعتقد أنها معادلة صعبة جدا جدا بالنسبة للوزارة وبالنسبة لحكومة الفترة الانتقالية، المجابهة بالكثير من التحديات والكثير من المشاكل الآن الموجودة والملحوظة في الملحوظة من خلال الحياة اليومية ومن خلال ملامسة للواقع الآن، الواقع الاقتصادي والواقع السياسي. الحكومة الانتقالية أو وزارة المالية ورثت تركة مثقلة جدا من المشاكل ومن التشوهات في الاقتصاد عموما.